بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبصلاة ركعتين من الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذه ثلاث وصايا وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم خادمه أبا هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة رضي الله عنه هو راوية الإسلام، تأخر إسلامه رضي الله عنه بين أن الله عز وجل شرفه بأن يكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على طعام بطنه، فحفظ ووعى أكثر مما حفظ ووعى من سبقه إلى الإسلام، فاستحق بذلك أن يكون راوية الإسلام. وإذا كان للصحابة رضي الله عنهم ككل جميل عظيم في أعناق كل من جاء بعدهم، فعلى أكتافهم قام هذا الدين، وبسبب جهادهم نصر الله عز وجل هذا الدين، وعن طريق حفظهم ووعيهم نقل إلينا هذا الدين. فكل الصحابة لهم في أعناق من جاء بعدهم هذا الجميل العظيم، ويبقى لأبي هريرة جميلا متميزا فيما حفظ ووعى ونقل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في فضائل الأعمال ومرغباتها التي بما نقل وبما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها يعيش الناس ويتقربون إلى الله تبارك وتعالى. ولو تأملت فيما مضى من شهر رمضان وما دارت عليه أحاديث الوعاظ وما تحركت به قلوب العاملين لوجدت أن معظمها رواها أبو هريرة رضي الله عنه، إما مشاركا لغيره من الصحابة في الرواية، وإما منفردا بها رضي الله عنه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا من مرويات أبي هريرة رضي الله عنه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إلى غير ذلك من الأحاديث التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه
وكان من جراء بركات تلك الرواية أن تحركت قلوب العاملين إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد جعل الفرائض شيئا يسيرا لكي يطيقها كل الخلق، ولأن ليس كل الناس يطيق أن يطيل القيام في الصلاة، وليس كل منهم ممن يحسن القراءة بحيث يجري فيها كالسهم فيكثر من قراءة القرآن، ولأن ليس كل منهم لديه من الفراغ أو من الصحة ما يستطيع أن يكثر من الصيام، ولذا جاءت الفرائض يسيرة بفضل الله تبارك وتعالى. ثم فتح باب النوافل يتسابق الناس فيه لكي يزدادوا طاعة لله تبارك وتعالى، وكل ميسر لما خلق له، فهذا يفتح له في باب الصلاة، وهذا يفتح له في باب الصدقة، وهذا يفتح له في باب العلم، وأفضل الناس من ضرب مع كل فريق بسهم. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر الناس عناية بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبهه فوق أدائه للفرائض هذه لا مناص منها، وفوق أنه قد وظف نفسه في تلك المهمة الشريفة أن يكون جامعا واعيا حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يترك حظه من نوافل سائر العبادات. فإن كان من الناس كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من كان يقرأ القرآن في كل ليلة ويصوم دهره كله، ثم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه أيسر من ذلك حتى انتهى به المقام إلى أن يختم القرآن في كل أسبوع مرة أو في كل 3 ليال مرة، وأن يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا معدود من العباد الذين فتح لهم في باب العبادة أكثر من غيرها. وأبو هريرة رضي الله عنه معدود في الحفاظ الذين فتح لهم في باب الحفظ والرواية أكثر من غيره من الأبواب، ولكنه هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي خدمه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم شفيق على الأمة حريص عليها، بل حريص على الخلق أجمعين، حتى واساه ربه وأمره ألا تذهب نفسه حسرات على المعاندين والكافرين، فكيف حرصه على أمته، وكيف تكون شفقته بأمته، ثم كيف تكون شفقته ومحبته لأصحابه، ثم كيف تكون شفقته ومحبته لخاصة أصحابه. فلذلك كانت تلك الوصية الرفيقة منه صلى الله عليه وسلم لكي تكتمل معالم الشخصية المسلمة، لأن الذي يريد أن تكون شخصيته كاملة ناضجة مكتملة عليه أن يفعل كل الفرائض، وقريب منها حد ولو يسير من جميع نوافل العبادات، لأن النافلة علامة على حب العبد للعباد، وأنه إن افترض عليه 5 صلوات فهو يزيد عليها صلاة وكأنها سادسة، هي ليست بفريضة ولكنها يحافظ عليها حفاظه على الفريضة أو قريب من ذلك، حتى عدها بعض أهل العلم واجبا سادسا في صلوات اليوم والليلة، والراجح أنها وإن قاربت ذلك فإنها لم تبلغه، لأن الله تبارك وتعالى قد كتب على العباد 5 صلوات ولا يبدل القول لديه. فهذه وصية منه صلى الله عليه وسلم لخادمه رضي الله عنه، ولرجل سد ثغرة حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمره بالإضافة إلى ذلك ألا يترك حظه من نوافل سائر العبادات. وها هنا عبر أبو هريرة رضي الله عنه عما يجيش في صدره من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
فقال أوصاني خليلي، والخلة هي أعلى درجات المحبة. وهذا يدل على أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذوه خليلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذ اتخذه ربه خليلا لم يتخذ من العباد خليلا، فقال لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم قد اتخذه ربه خليلا ولكنه جهاد وصحبة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب أصحابه الذين صحبوه والذين جاهدوا معه، وأنه لولا أن ربه قد اصطفاه بالخلة فكان أدب العبودية ألا يتخذ من العباد خليلا بعد إذ اصطفاه ربه خليلا، فكان ما بقي لأصحابه إلا الحب الذي أحبهم به من كل قلبه، وكان مقدار حبهم في قلبه على مقدار طاعتهم وعلى مقدار سبقهم وعلى مقدار جهادهم. ولذا استأثر الصديق رضي الله عنه بالقسم الأكبر من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا استأثر بالقسم الأكبر من محبة كل محب صادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب أصحابه ولا شك. ومن ثم يمكن أن نعكس القضية بأن كل من أبغض الصحابة أو أحدا منهم فإنما كان هذا ببغضه للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حق الأنصار، قال من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ثم يتفاوت ذلك الحب على مقدار تفاوت حب النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وإن كان كلهم قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه ربه خليلا، فلم يرضى بخلة أحد من البشر بعد ذلك، وإنما كانت المحبة والصحبة، الصحبة منهم والمحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فلا منافاة بين هذا وذاك في أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتخذ من العباد خليلا، وأن يذكر أبا هريرة أو غيره أنهم اتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. أراد أبو هريرة رضي الله عنه أن يشوقنا إلى تلك الوصية، وأن يبين لنا أنها كانت وصية المحب لخليله الذي اتخذه خليلا وأحبه ذلك الحب، وأنها كانت وصية حانية عظيمة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه في ثنايا الوصية قال له لا تدع هذه الثلاث حتى تموت، وإما أنه أوصاه بها، فمن فرط حرص أبي هريرة رضي الله عنه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم على ألا يتركها حتى يموت. وذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه هاهنا يروي لنا الحديث بالمعنى، فإنه لم يقل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال أوصاني، فإذا فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة أوصيك بكذا، أو قال له يا أبا هريرة لا تدع كذا، أو قال له ما يفهم منه ذلك. فصاغ أبو هريرة رضي الله عنه تلك الوصية من لفظه، وقال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي بكذا. وهذه حيلة كان يلجأ إليها الصحابة رضي الله عنهم حينما لا يتذكرون معنى الحديث بحروفه، وكان من شدة حرصهم على ألا يكذبوا على الله، وإن كان هذا عن الكذب بمنأى، وأن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا أتقى الخلق لله بعد الأنبياء، فكان إذا فاتهم نص الحديث قالوا قال لنا
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أوصانا بكذا، أنه لا يتذكر جيدا هل قال له أوصيك أو وصيتي لك أو عليك بكذا، فيخجل أن يقول قال الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة أوصيك بكذا، ولم يكن هذا هو اللفظ، فيقول أوصاني، لكي يكون قد تحلل من أن يكون ناقلا لللفظ للكلام بلفظه، وإنما يكون ناقلا له بمعناه. وهذا من شدة تحري الصحابة رضي الله عنهم لأن يتحروا الدقة التامة فيما ينقلونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ها هنا، ولأنه نقل الحديث بمعنى، ولأنه قال فيكون هناك احتمال أن قول أبا هريرة رضي الله عنه لا أدعها حتى أموت، إما أن هذا كان في لفظ الوصية، وإما أن هذا كان من حرص أبي هريرة رضي الله عنه عليها. هذه الوصايا شملت عبادات شرع منها ما شرع من الفريضة وهو معلوم، ثم كانت النوافل مكملة ومتممة لهذه الفرائض التي شرعها الله تبارك وتعالى. فكان أول ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وقد جاء مفسرا في رواية أخرى بتحديد هذه 3، وجاء هاهنا مطلقا أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وجاء فيما عرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بلغه أنه يصوم الدهر كله، قال له صم 3 أيام من كل شهر فذاك صيام الدهر، أو قال فذاك يكفيك عن صيام الدهر. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتدرج به في درجات النافلة حتى بلغ به أن يصوم يوما ويفطر يوما، فقال يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك؟ قال لا أفضل من ذلك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الوصية أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بصيام 3 أيام من كل شهر، وقد تكرر هذا في مناسبات أخرى، وتكرر بيان ذلك من أن هذا يغني عن صيام الدهر، وتكرر وجاء أيضا تحبيذ أن تكون هذه الأيام هي الأيام البيض من الشهر القمري، وهي أيام 13 و14 و15 من الشهر، وسميت بالأيام البيض لأنها يكون فيها اكتمال القمر وتكون إنارته أشد ما تكون. فها هنا مرتبتان، الأولى أن يصوم من الشهر أي 3 أيام، والأفضل من ذلك أن يتحرى هذه الأيام 13، 14، 15، وأن تكون نيته في ذلك أن يستحضر أن هذه تكفيه عن صيام الدهر، وهذا لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام من الشهر 3 أيام أجزأه عن الشهر كله، وهذا قد ورد مثله في صيام 6 من شوال، حيث قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كانت كصيام الدهر. فدل هذا على أنه من كان مشغولا بعبادة أو حتى كان مشغولا بأمر كسب أو معاش، ها هو أبو هريرة رضي الله عنه سيكون مشغولا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، مشغولا بجمع حديثه في النهار وباسترجاعه واستذكاره من الليل، فهو مشغول بهذه المهمة العظيمة، فربما لا يكون في الصيام كشأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو الذي كان يصوم الدهر كله أولا حتى حجزه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فرده إلى صيام يوم وإفطار يوم، فلا أقل
من أن يستحضر النية، من أنه لو أطاق لصام الدهر كله، وأن يقبل من الله عز وجل هديته، وأن يقبل من الله عز وجل فضله ورحمته، من أنه إذ كان كذلك فهو يصوم 3 أيام من كل شهر مستحضرا بها تلك النية، أنه وكأنه صام الدهر كله، لأنه مطلوب منه بالفعل أن يصوم الدهر كله عما حرم الله، وأن يكون في دهره كله وكأنه في شهر رمضان، حيث يكون الصوم له جنة، وحيث يكون الصوم له وقاية من أن يقع في المعاصي، لأنه كلما حدثته نفسه بمعصية ذكرها بصيامه، وأنه لا يريد أن يخدش صيامه ولا يريد أن يتلف صيامه، فليصم من الشهر 3 أيام يستحضر معها بقية الشهر أنه كالصائم، وأنه ينبغي أن يمسك عما حرم الله تبارك وتعالى. فهذا فيما كان من هذه الوصية الأكيدة بصيام 3 أيام من كل شهر. وأما في أن أفضل أوقاتها أن تكون في 13، 14، 15، فهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بالوصية بهن في غير هذا الحديث، من أنه أوصى 3 أيام من كل شهر، وقال وهي الأيام البيض 13، 14، 15. وقد سمى الناس أيام 6 من شوال بالأيام البيض، وهذه تسمية لا شاهد عليها من شرع ولا من واقع، فالست من شوال تصام على مدار الشهر كله، فربما صامها البعض من أوله أو من آخره أو من وسطه أو مفرقة عبر الشهر، فليس فيها صفة البياض، ولم يرد في السنة وصفها بذلك، وإنما الأيام البيض هي 3 أيام من كل شهر سميت بذلك لأن القمر يكون فيها أكثر اكتمالا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مواظبة على هذه الأيام، فهكذا ينبغي أن يكون المؤمنون أكثر مواظبة عليها اقتضاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بيد أنه قد وجد الناس لذلك علة وحكمة، والمؤمن لا يعلق اقتداءه برسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سوف يكتشفه عبر الزمان من علل أو حكم، وكلما تقدم الزمان بالناس وتقدمت بهم العلوم علموا من أسرار التشريع ما كان خافيا. ففي التشريع أسرار يكفي للمؤمن أن يعلم أنه من عند الله، فيعلم أن كله خير، وأن فيه أفضل المصالح وأعلاها، ثم يتكشف له ما يتكشف عبر تاريخه، وقد تكشف للناس من ذلك أن في هذه الأيام يقترب القمر من الأرض، فتكون جاذبية القمر كأعلى ما يكون، وهذا مما يؤثر على اعتدال المزاج، ومما يهيج كثيرا من الأمراض كأمراض ضغط الدم وأمراض النفسية والعصبية، وهذا مما له شاهد أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم وقد أشار إلى القمر ليلة البدر: أعوذ بالله من شر ذلك الغاسق إذا وقب. فهذا ما أمر المؤمنون بالاستعاذة منه، وقد اختلف المفسرون فيه، وأفضل التفسير ما كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلمنا من هذا أن القمر، أن الغاسق إذا وقب هو القمر إذا اكتمل، وأن ثمة شرور ترتبط بذلك الله أعلم بها، ولكنه صلى الله عليه وسلم ضم إلى هذا البيان من أن ذلك الغاسق إذا وقب هو القمر إذا اكتمل، ضم إليه تحبيذ أن يصوم العباد تلك الأيام، ثم وجد الناس الآن شيئا وكأنه مصاغ من هاتين الحقيقتين الشرعيتين، من أن القمر إذا اكتمل كانت هناك شرور طبية، وأن الصيام يقللها لأنه
يقلل مجاري الدم، وحينئذ يقل خطر هذه الأمراض. سبحان الله. فهكذا كانت هذه هي الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه أبي هريرة رضي الله عنه أن يصوم 3 أيام من كل شهر. ثم كان لابد من وصية بنوافل الصلاة، وأبو هريرة رضي الله عنه هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذن لابد أن يحضر معه صلاة الجماعة، وهذا وهي واجبة على كل قادر من الرجال، فلا بد وأن يحضرها. وصلاة الجماعة تجعل النوافل القبلية والبعدية يسيرة على صاحبها، فكأن هذه لا تحتاج إلى مزيد وصية، تلك النوافل القبلية والبعدية التي مع الصلاة. وإنما خص من الصلاة نافلتان عظيمتان، أما النافلة الأولى فهي من النهار، وأما الثانية فهي من الليل، وهما صنوان متقاربان، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الوتر من الليل إذا فات في وقت الضحى، وحتى أقسم الله عز وجل بهما فقال: والضحى والليل إذا سجى. الليل إذا سجى هو الليل إذا عم ظلامه، وهذه هي أفضل المنن في الليل، لأن الليل جعل سكنا، وهذا السكن يبلغ تمامه إذا عم الظلام، فإن في أول الليل، والليل يبدأ من أول وقت المغرب، يكون هناك ضوء، وتكون هناك مصالح، ويكون هناك طعام العشاء، ويكون فربما لم يسكن الناس في أول الليل، وإنما يكون السكون التام في الليل إذا سجى. خلق الله عز وجل الليل والنهار آيتين لكي يتعظ بهما الناس، ولكي ينتفعوا بهما، ولكي يشكروا الله عليهما. وأعظم أوقات الليل منا إذا سجى، وأعظم أوقات النهار منا إذا انتشر الضوء ولم تشتد الحرارة، وهو وقت الضحى. فأفضل أوقات النهار للسعي والانتشار هو وقت الضحى، والنهار خلق لذلك. وأفضل أوقات الليل للسكون والدعة هو الليل إذا سجى، فأقسم الله عز وجل بهما معا تذكارا لعظيم منته في خلق الليل والنهار ابتداء، ثم في أفضل أوقات النهار وهو الضحى، وأفضل أوقات الليل وهو إذا سجى. وكان أفضل ما يتطوع به العبد في صلاته في وقت الضحى وفي جوف الليل وفي الليل إذا سجى. فمن أراد أن يوافق شكره تمام نعم ربه، فليكن شكر النهار في ركعتي الضحى في وقت الضحى، وليكن شكر الليل في جوف الليل. فهكذا كان لهذا الوقت من الفضيلة العظيمة ما له. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه ألا يدع الركعتين من الضحى، وهذا يدل على أن أقل صلاة الضحى ركعتان، ولأنه لا يكون بالنهار صلاة فردية فإن الأقل من الركعتين ركعة، ولا يجوز أن يصلى بالنهار وترا لأن المغرب هو وتر النهار، فإذا أقل الضحى ركعتان. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فإذا صلاة الضحى مثنى مثنى، وصلاة الليل مثنى مثنى، وهذا لا ينافي أن توجد صيغ أخرى لصلاة الليل أو لصلاة الضحى، ولكن هذا يدل على أن أقل الضحى ركعتان، وأنه يمكن أن يزيد على ذلك مثنى مثنى،
وأكثر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في وقت الضحى 8 ركعات، بيد أنه ثبت عنه أنه لما فاته وتره من الليل وكان 11 ركعة صلى 12 ركعة من الضحى، فدل هذا على أنه يصلي في الضحى ركعتان، صلي في الضحى ركعتين أو 4 إلى 8، ولا يفضل أن يزيد على ذلك إلا إذا كان يقضي وتره من الليل، وكان وتره من الليل 11 ركعة فيصلي 12 ركعة، فإن كان وتره من الليل أقل من 11 ركعة فليشفعه في وقت الضحى، فإذا كان يصلي من الليل 3 ركعات صلى في وقت الضحى 4، وإذا كان يصلي من الليل 5 صلى في الضحى 6، فهذا في قضاء الليل في وقت الضحى. وقد وردت أحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يواظب على صلاة الضحى، لأن عائشة رضي الله عنها لم تره يصليها قط، قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لا أتركهما أبدا. فبينت أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما، ولكنها تصليهما لما علمت من قوله في الترغيب فيهما، فدل هذا على أن هذه الأحاديث التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى قد عمل بها الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها. وأقرب الأقوال في ذلك أن من كان مواظبا على قيام الليل يصلي جزءا كبيرا منه، فإنه حينئذ لا يكون الضحى في حقه سنة مؤكدة، وإنما يفعلها حينا ويدعها حينا. ومن كان ورده من الليل خفيفا استعاد عنه بأن يصلي من الضحى ويواظب عليها. فهذا هو الجمع بين هذين الحالين، وكأن الضحى والليل يكمل بعضهما البعض، وبهما أقسم الله تبارك وتعالى. فمن فاته الإطالة في صلاة الليل لأنه يحتاج إلى النوم بالليل فعنده وقت الضحى يكون فيه نشيطا، لأنه لم يقم من الليل كثيرا، فليعوض ذلك في الضحى، فوقت الضحى ووقت قيام الليل يكمل أحدهما الآخر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله إلا قليلا، ومن ثم فلم تكن صلاة الضحى في حقه مؤكدة، وإنما تكون مؤكدة في حق من يخف ورده من الليل. وقد قال العلماء في الجمع بين تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى وتركه لها أحيانا، حتى أن عائشة رضي الله عنها لم تره يصليها في بيتها، أقوالا كثيرة، هذا هو أقربها. ثم كانت الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام، وذلك لأنه كما ذكرنا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان شغله الشاغل جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار وحفظه من الليل، فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهارا، ثم بعد أن يفرغ من تلك الخدمة فيكون في أول الليل مراجعا لما رأى ولما سمع من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كانت هذه حاله من المشقة في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، ثم من قطع جزء كبير من أول الليل في مراجعة ذلك، فإنه يغلب على ظنه أنه إذا نام لا يستيقظ إلا عند الفجر، فهذا يوتر قبل أن ينام، مع أن أفضل أوقات صلاة الليل في ثلث الليل الآخر. فمن كان عنده نشاط لأن يقوم ثانية صلى ركعتين خفيفتين من أول الليل ولم يوتر، ثم ينام رجاء أن يقوم في ثلث الليل الآخر، أن يقوم في الليل إذا سجى، أن يقوم في جوف الليل، أن يقوم في فترة النزول الإلهي حيث ينزل الله تبارك وتعالى، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له،
فهذا يكون أفضل الأحوال ثم يوتر، لأن لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وأما من كان هذا حاله بانشغال كامل بالنهار ثم انشغال في أول الليل وكله في خدمة دين الله تبارك وتعالى، ولا بأس أن يكون منه أيضا ما هو في السعي على الكسب والمعاش، فهو مما كلف الله عز وجل به كل راع أن يكفي به رعيته، ثم هذا إذا كان كذلك أوتر قبل أن ينام حرصا على الوتر، ولئلا يؤجلها رجاء أن يقوم فلا يستيقظ فيوتر قبل أن ينام، ولأن الوتر في المنزلة العظيمة من المنازل من منازل النافلة، حتى عدها الإمام أبو حنيفة رحمه الله واجبا سادسا في صلوات اليوم والليلة، والجمهور على أنه من آكد المستحبات، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه وخادمه أبي هريرة رضي الله عنه وبمثله أوصى غيره من الصحابة، جمع له هذه النصائح وهذه الوصايا بألا يترك هذه العبادات اليسيرة في العمل العظيمة في الأجر التي تجعل صاحبها موصولا دائما بالله تبارك وتعالى، التي تجعل صاحبها مستحضرا دائما أنه في عبودية لله تبارك وتعالى، فيؤدي الفرائض ويزيد، لأن في الزيادة عليها شعور بحاجته إلى مزيد من العبادة وبمزيد من التملق إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن كان لا يستطيع أن يشغل الوقت كله أو معظمه فلا أقل أن يتحرى أفضله، أفضل ثلاثة أيام في الشهر على الأقل، وإن زاد بعد ذلك فبها ونعمت، أفضل وقت لنافلة النهار التي غير مقترنة بفريضة وهو وقت الضحى، وأن يتحرى نافلة الليل قبل أن ينام أن يوتر، فيكتب له أجر القيام وإن كان قد نام بعد أن أوتر، وإن كان من يقوم في جوف الليل فيزداد صلاة لله تبارك وتعالى يكون أجره أوفى بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن على الأقل هذه الأوقات اليسيرة في العمل العظيمة في الأجر هدية أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي هريرة رضي الله عنه، فأهداها أبو هريرة رضي الله عنه للأمة وبث تلك الوصية العظيمة في الأمة رجاء أن يعم نفعها وأن يكون له من أجرها، وهكذا فكل من يفعل هذه الطاعات يصب ذلك في ميزان حسنات أبي هريرة رضي الله عنه، ومنه نعلم فضل الصحابة رضي الله عنهم وكيف يأتون يوم القيامة وسجل حسناتهم لا يكاد يتصور عقل مقدار ما فيه من حسنات من جراء ما بلغوا دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العمل بمنهجهم والسير على سيرتهم، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن يصلي ركعتين من الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام. وهذه الثلاث أيام من كل شهر من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، ومن مضاعفته للحسنات لها أن جعلها تكون مقام صيام الدهر كله، فالحسنة بعشر أمثالها، بيد أن هناك صيام للدهر كله من طريق أخرى، وهي طريق أشرف وأجل من هذه الطريق، وهي ما ذكره صلى الله عليه وسلم في قوله من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كانت كصيام الدهر، فإن صوم رمضان يضاعف الحسنة بعشر أمثالها، فيكون صيام رمضان يعادل صيام عشرة أشهر فريضة،
ثم من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل شهر شوال 6 أيام منه تعادل صيام شهرين من الفريض، من باب إلحاق التابع بأصله. فشهر شوال إذ التحق برمضان، وصيام 6 من شوال إذ كانت متممة لصيام رمضان، يؤجر عليها صاحبها بأن يأخذ أجر صيام الدهر كله فريضة، ثم يصوم بعد ذلك 3 أيام من كل شهر، فيأخذ أجر صيام الدهر كله نافلة. ثم إن شاء صام يوما وأفطر يوما، فيأخذ أجر صيام الدهر كله نافلة بدرجة أعلى وأتم ممن لو اكتفى بصيام 3 أيام من كل شهر، ولكن على الأقل أصل الثواب يأخذه مرتين، وكأنه صام الدهر كله مرتين، مرة فريضة ومرة نافلة، إذا صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، وإذا صام مع ذلك 3 أيام من كل شهر. نفحات عظيمة من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، فلا يهلك على الله إلا هالك. لا يأتي يوم القيامة وقد غلبت سيئاته وحسناته إلا من أعرض عن هذه النفحات، وإلا من نسي نفسه فلم يحاسبها ولم يراجعها ولم ينظر في سيئاته التي تتكاثر عليه وهو عنها في غفلة، وهي كما مثلها النبي صلى الله عليه وسلم كمثل قوم نزلوا ببطن واد، فأتى ذا بعود وأتى ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به طعامهم، وأنه متى أخذ بها صاحبها أهلكت. فهكذا لا يهلك على الله بعد هذا الفضل العظيم من الله تبارك وتعالى إلا هالك، إلا من غفل عن هذه النفحات مع يسرها، وإلا من غفل عن محاسبة نفسه ومراجعتها، مع أنه متى حاسب نفسه فوجد خللا أو تقصيرا فاستغفر الله عز وجل يجد الله غفورا رحيما، فلا مشقة في هذا ولا في ذاك، فلا يهلك على الله إلا هالك. نفحات من الله تبارك وتعالى ينبغي على الأمة أن تترصدها وأن تعمل بها، وفوق هذا أن تتخلق بأخلاقها وأن تستفيد من آدابها، وأن تعرف أن الله عز وجل أرادهم عبيدا له في كل وقت وفي كل حين، وجعل العبادات مع يسرها يتسع ثوابها ليشمل الوقت كله، لكي يعلموا أنهم في جميع شؤونهم عبيد لله تبارك وتعالى، أو كان ينبغي أن يكون كذلك، وهذا تخفيف من الله ورحمة يأخذون به الثواب، مع أنهم يجمون أجسادهم أو يحصلون معاشهم أو غير ذلك. وفوق هذا فإنه قد يصلح في بعض الأحيان أن يكون العمل الواحد نائبا ويقوم مقام عملين، وهذا لا يصلح في كل عمل، وهذا مما ينبغي أن ينتبه إليه. فإن كثيرا من الناس يظن عندما يسمع أنه يمكن أن يجمع النية في بعض الأعمال فيتوسع في هذا الباب، ولو كان كذلك لأمكن من يفوته الظهر والعصر أن يصلي 4 ركعات بنية الظهر والعصر معا، وهذا مما لا يقول به أحد قط. فالأصل في كل عمل أن يكون عملا واحدا يجزئ عن شيء واحد، ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل هناك أوقاتا فاضلة تتحراها، فإذا فعلت فيها طاعة أيا ما كانت كانت لها فضيلة، كيوم الاثنين والخميس أيام فاضلة، فإذا كان عليك قضاء من رمضان فجعلته في أيام الاثنين والخميس فأنت صمت يوما قضاء رمضان ليس فيه إلا ذلك، لم يسقط عنك إلا واجب واحد، ولكنك إذ خيرت في أن تقضي ما فاتك من رمضان لمن كان مريضا أو مسافرا أو المرأة التي كانت حائضا أو غير ذلك، من اختار أن يقضي ما فاته في رمضان في أشرف أيام الأسبوع
فصام هذا القضاء في أيام الاثنين والخميس، صار في يوم الاثنين يصوم بنية قضاء رمضان، وهو يعمر يوم الاثنين الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله بالصيام، فحصل هذه الفضيلة وتلك. وهكذا في صيام الست من شوال لا بد أن يضيف إلى رمضان ستة أيام، فلا يمكن مثلا كما يظن البعض أن يصوم في شوال بنية القضاء وبنية أنه من شوال، لا، لا بد أن يصوم رمضان ويصوم ستة أيام من شوال، ولكن يجوز في الست من شوال أن يفرقها على أيام الاثنين والخميس من شوال. فيوم الاثنين من شوال يوم من شوال وهو يوم اثنين، فإذا صامه بنية أنه من الأيام الست من شوال فحينئذ أجزأه عن أمر واحد وهو صيام الست من شوال، ولكنه يقع في يوم فاضل من أيام شوال، ومثله أن يوقع الست من شوال في الأيام البيض، أن يصوم تلك الأيام لأنها أيام فاضلة أو أيام من التي ينبغي أن يتحرى صيامها لغرض أو لآخر بدا لنا منه شيئا مما ذكرناه من أنه يضيق مجاري الشيطان مجاري الدم في وقت يكون هناك عوامل في خلق الله تبارك وتعالى في الكون من اقتراب القمر من أنه يجعل جران الدم أعلى من غيره من الأيام. فعلى أي ما يكن فإنه بهذا الاعتبار جاز أن يصوم الستة من شوال فيوقع منها الثلاثة أيام البيض ويوقع منها ما يكون في يوم الاثنين والخميس فيجزئه هذا، ويكون إذا صام ستا من شوال قد صام من هذا الشهر من شهر شوال ثلاثة أيام وزيادة فيجزئه هذا بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا من الأبواب التي وسع الله عز وجل بها فضله على الأمة أنه يمكن للعبد أن يفعل عبادة أصلية ثم يتحقق معها عبادة فرعية أخرى فيحصل على ثواب الاثنين، كمن يدخل إلى المسجد فيصلي السنة القبلية وينوي بهذا أنه قد قام بحق المسجد، ومن حق المسجد ألا تجلس إلا إذا صليت، أجزأه هذا عن الأمرين معا، والأمر لا يضطرد كما ذكرنا إلا في الحالة التي أشرنا إليه. وعلى أي فمن فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بالأمة أن يكون لشهر شوال ذلك الفضل العظيم، وأن يكون صيام ست منه تحقق وتتمم صيام شهر رمضان وتحقق أنه قد صيم منه ثلاثة أيام، لا سيما إن كانت الثلاثة أيام البيض منح من الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين إلى العمل بها وأن يرزقهم بركتها وبركة الطاعة بعدها. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك عليه، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل الإسلام وأعز المسلمين، أدم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.